السلام عليكم. اليوم جبت لكم قصة جديدة، نبدأ على بركة الله وكنتمنى تعجبكم. يقول أحد علماء النفس، لا أعرف اسمه، أن الإنسان يرى نفسه في المرآة أجمل 6 مرات مما هو عليه في الواقع. ميمتي أنا هكذا، وغير بإضافة 6 معدلات على جمال الحقيقي. أما في الواقع اعلم الله كي دايرة. يلا بلا ما نتقلق، أهم حاجة جمال الروح. تفو على زهر الخيوبية أزلط. قالت أسماء، وراكي ماشي جوعة صاحبتي، ما بيكش مقبولة، غير انتي ما كتهلايش في راسك، كدي الحالة شوية وتولي عاطية. قلت ليها أسماء، الله يعطيك يستر، خليني عليك، راني في حالة يرتى لها. قالت اللي سمعك غيقول البنت هرب عليها العريس نهار العرس. عادي يا صاحبتي، راه غير اونتروتيان، هذا طلبي زهرك تقبلتي هو هذاك، ما تقبلتيش فيها خير. قلت ليها ناري يا اختي، فيها الخلعة، عرفتي راني محتاجة للخدمة. وهي تقول وحبيبة عارفة، وجدي داكشي اللي عليك وربي كمل. قلت يا سيدي يا ربي الحبيب، سهل لي في هاد الخدمة. قالت إن شاء الله، المهم انتي غير ما تدهشريش، كوني واثقة من نفسك. قلت ليها كيقولوا باللي في ليزونتروتيان كيركزوا على العامل النفسي ديال المرشح. وهي تقول وفي هاد الشي ما نخافش عليك الساطة، لسانك طويل. قلت ليها هانتي درتي الحساب لكل شي، دابا إلا سولني كيفاش حتى وصلت للشركة. ما نقولش ليهم جيت سالتة في الطوبيس وفلت من الكونترول، نقول ليهم ركبت الطاكسي، ولا نفوح ونقول ليهم جيت في التراموي. قالت لا الحبيبة، قولي ليهم جيت في الليموزين، ولا عرفتي قولي ليهم وصلتني هليكوبتر حتى السطح، وانتي سيري حتى في كروسة، ولا راكبة حمار، شكون دها في هاد الشي. المهم هو توصلي في الوقت، ركبتي التراموي كيحساب لك هذا هما بنات الدوار اللي فحتي عليهم نهار ركبتي فيه ملي مشيتي لعروبيتكم في الصيف. قلت صافي خلينا من ترونسبور، شفتي اللبسه اللي شريت نعجب المدير ياك. قالت اويلي انتي باغا تدبري على خدمه ولا تدبري على راجل؟ قلت وعصفورين بحجر واحد، ما كتفكروش في المستقبل. قالت ليا ناري ويسمعك عمي اسماعيل ينوض من القبر ويقول لك واش انتي غدا تخدمي وتعاوني ماما كلها غدا تحضي ليا الرجال. قلت ليها اسماء ما غنمشيش غدا، ما نقدرش صاحبتي، لا صافي درت بالناقص. وهي تقول شفتي انتي الا بقيت حداك هاد شويه العقل اللي باقي ليا غتديه، خليني نمشي لخربتنا. قلت أسماء عافاك يبقي معايا، وكيف ما ديما مدتهاش فيا ومشات لدارهم، وبقيت أنا في وسط أفكاري. غدا لونتخوتنا قلبي كان حس بيه غيخرج من بلاصتو. صافي دبرت عليها، أنا ما بغيتش نخدم، أنا غدا نتزوج حسن ليا ونقابل داري وولادي، دابا العرسان غير شادين الصف في باب دارنا. اسمحوا ليا خالتكم هاد الدخلة، أنا سميتي سارة وفي عمري 23 عام، قريت لانفورماتيك وغدا عندي انتروتيان في واحدة من أهم الشركات في هذا الدومين. كيف سمعتوني من قبل وبكل تواضع أملك قدر كبير من الجمال والحسن، ما عرفت واش نضحك ولا نبكي على حالتي. أنا من صغري وحلمي نكون بوليسية، عرفت علاش؟ حينت كتعجبني شي حاجة سميتها الغموض، وكيعجبني بنادم ما مفهومش يمرضني في راسي. تمنيت تجيني شي جريمة قتل ونبقى نبحث فيها ونفك الألغاز ديالها ونربط الأحداث. واو سعداتهم، كنت كنتمنى نخدم بحالهم. ساعة الطول لا يسمح للعمل في مجال الشرطة. لماذا يا أمي لماذا لم توكليني دانينو في الصغر؟ راه كيدير غير درهم عباد الله،
ملي ما قادينش على الولاد، علاش كتولدوهم؟ والزوينة والدة خمسة، بنادم كتلقاه شابح العاقة، ووالد بنيته ووليد. انا ما فهمتش علاش هاد الناس اللي لاباس عليهم ديما هاد القضية ديال بنت ولد، وحنا الشعب المكحط تلقاه ما قادش حتى براسو، ووالد فرقة ديال الكرة كيقول لك الولاد كيجيو برزقهم يكبروا ويخدموا علينا، مشروع حنايا ووالدينا غير باش تستثمروا فينا. اه يا قلبي على زهري، فكرت الديسك ديال راسي ما داز عليك وباقي. خليوني نرقد ودعيو معايا، انا مزاوجة. انتي مرفوضة، انتي اصلا عالة على المجتمع، بحالك خاصهم ينفيوهم من المغرب برا، وما تعاوديش تفكري تجي شي اونتروتيان مرة اخرى. انتي صلاح ليك تخدمي في الميناج، سيري بحالك، لانفورماتيك بزاف عليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اش هاد الكابوس؟ الحمد لله انا في دارنا، كنت غير كان حلم، ولكن فين عندي منين نهرب من هاد الواقع اللي باين العربون؟ لا مورا هاد الإشارة ما غنمشيش، نتبهدل صافي بالناقص. ولكن إلى متى؟ خاصني نخدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا فتاح يا رزاق سهل الأمور، يا ربي عوني. توضيت وصليت ومشيت نفطر. الناس كيبداو فطورهم بكاس ديال الحليب وكرواسه وعصير الليمون، وانا خبز واتاي والزيت. جلست كنشوف هاد الفطور اللي غير شوفته كتسد الشهيه، وكنتفرج في التلفازه في صباحيه دوزان. هاد الشاف الهادي ما لقى وقتاش يطيب، حتى كنفطر انا بهاد الوجبه الشهيه، وبدا كيهضر هو على وجبه الفطور ومنافعها، وانها كتعتبر الوجبه المهمه في النهار. شافت فيا ماما اللي لقاتني كيف ما العاده كندوز الخبز واتاي غير بزز، وهي تقول سمعتي السيده اش قال على الفطور وانتي ما كتبغيش تاكلي؟ قلت ليها شفتيه اش كيطيب ولا لا؟ حطي لي بحال ديك الماكله وتفرجي ديك الساحه الى ما نعرقها، وانتي حاطه لي الخبز واتاي على الصباح. قالت مال الخبز واتاي والزيت، باش كبرنا حنا غير بيه؟ وشوفي تبارك الله صحتنا، وانتم يا هاد الجيل، ها الفرماج ها دانون وطالعين خاوين. قلت ليها كتهضري يا الوالده، تقولي الوالد الله يرحمه كان هو مول سونترال، فين يا ودي كان ناكلو شي فرماج ولا دانون؟ ياك كنشوفوهم حتى كنمرض، بلاصه ما ديوني عند الطبيب كتجيبوا لي رايبي ديال 2 دراهم، زعما راه غدا نبرا بيه. مالو دوا؟ الوالده كيف ما العاده ما جاوبتنيش، واكتفت ترمقني بتلك النظره عندما لا يعجبها ما اقوله، واكتفت ترمقني بتلك النظره عندما لا يعجبها ما اقوله، وجزين المسرار ديال الدار. اخي الحبيب الذي يكبرني بسنتين ولمحني احنجر هذا الفطور اللذيذ، وكيما العادة أصبح علي بأسلوبه المليء بالحنان والحب والعاطفة تجاه أخته الصغيرة، فقال الصباحة له، الناس كيصبحوا على شي حاجة زوينة وأنا مصبح على هذه الكفرة. وجاوبته بأسلوب لا يقل عنه محبة، لا أنا اللي مصبحة على براد بيت ولا توم كروز، لا أنا اللي مصبحة على براد بيت ولا توم كروز. صافي باين نهاري كي غيدوز. ماما كتشوف فيا وكتشوف فيه وقالت غتسكتونا يا هاد الجوج ولا نوض نجمعكم بجوج، ياك ما يحسب ليكم راسكم كبرتو على العصا. سكتنا انا وخويا خوفا من تهديدات امي. نط لبست لبستي اللي شريت على ود هاد النهار وهزيت ساكي، كنت باغا نماضي. ساعات فكرت الى خرجت وشافني خويا غيحيد لي الرجلين. ما فهمتش انا علاش هاد الخوت كيحكموا خواتاتهم اكثر من الوالدين. تميت خارجه ودرت عند خويا ناخذ رايه، قلت طارق البوبوس قول لي يا خويا العزيز كي جيتك؟ هز طارق عينيه وطلع فيا وهبط وابتسم وقال كتعرفي انجلينا جولي؟
ويلي ويلي، طارق شبهني بأنجلينا جولي. اه هذيك الممثلة القوقة كنعرفها، مالها اش فكرك فيها؟ قال عرفتي ديك بنتها العزية؟ سبحان الله غير انتي. وهنا شللت في بلاصتي، ياك طارق ياك بالحق لافوت ماشي ديالك، انا اللي سولتك وخرجت قبل ما نسمع ديك الكلمة اللي كتجيب لي الجلطة الدماغية وأزمة نفسية. ساعة لا مفر منها، غير وصلت الباب حتى كنسمعو كيقول لي بون شونس يا المعزة. حلو في الغيس، معزة قرد، معزة حمار، معزة كلب، دحش، بغل، المهم قاع الحيوانات ذكرتهم حتى كنسمع قهقهاته. قال شفتي جبتي حديقة الحيوانات كاملة، وأنا غير بمعزة غلبتك، ما ديتهاش فيه وخرجت. الناس كيلقاو التشجيع في هاد المواقف، وأنا فاطرة بآتاي وكنسمع معيور طارق. عائلة لا تحترم الحالة النفسية لأولادها. وفي الباب لقيت واحد المرأة مضاربة مع الباب تحلو والو، السارو تتعكس. قلت السلام عليكم، لاباس خالتي؟ وهي تقول وعليكم السلام، هانتي كتشوفي يا بنيتي، حلفي تحل هاد الباب. قلت ليها بلاتي يا خالتي، نجيب لك شوية ديال الزيت في شي طبيصين ندهن به الساروت باش يتحل. هاد الزيت كان ناكلوها كان طيبو بيها، كتعتبر مرطب للشعر، وكان دهنو بيها حتى سوارت. طلعت للدار وهزيت الزيت ونزلت تاني ادهنت الساروت، غير خشيتو في القفل اتحل. السيدة دخلت لدارها مورا ما تحليها الباب وشكرتني، وانا حويجي كاملين اتطبعوا بالزيت. رجعت للدار محبطة نشوف ما نلبس مورا هاد الحالة، غير دخلت مع الباب حتى كنشوف طارق كيشوف طبايع صفرين على حويجي وكيتشتت بالضحك. قال دخلي بدلي يا حنينتي، ترجعي للتكرفيس. التكرفيس ما جاش معاك. قلت وبعد مني، تفو عينيك شحال خايبين. وهو يقول مالي اش درت ليك، انتي اللي منحوسه. وبقينا كانت ناقرو حتى فكاتنا ماما كيف ما العاده، قالت اسكات ما نسمحش حتى واحد فيكم، وانتي احترمي خوك الكبير شويه، وانتي باغا غتنقزي عليه. قلت ليها انتي ديما كتجي منه كتبغيه اكتر مني، واش انا ماشي بنتك؟ سمم لي طريق ودنيه كيف ما العاده، وقال احشوم عليك يا ماما خبيتي عليها الحقيقه. الصراحه حنا لقيناك غير في الطارو ديال الزبل وربيناك، ما عمرك عقتي. شوفي تبارك الله، انا كي بوقوف وانتي كي الكرموصه، راكي ماشي بنتنا. قلت وماما شدي عليا ولدك، واش ما مقدراش حالتي؟ راه عندي اونتروتيان عباد الله. ماما كأي أم مغربية غير كتسمحس القراية حتى كتقول أقوال مقتورة للأمهات، مالك يا بنتي غدوزي ليا الدكتورة. خويا دار مع ماما التحالف اونتروتيان دايرة فيه هاد الحالة، سيري راك باينة ما مطفراش. أشكركم أشكركم يا عائلتي الحبيبة على تشجيعاتكم التي لم تبخلوا علي بها. مشيت بدلت حوايجي وكنتسنى الطاكسي، والو كتعكس بمرة. الله يستر، الصراحة لافوت ديالي البارح واحد الدري حط ستاتي وقال أنك إلا مرسلتيهاش لخمسة الأشخاص ستسمع خبر حزين. وإيجي وشي يحل الفيسبوك يلقى حبيبة وحشتك، وشي يلقى ارسلها وإلا ستحرق بنار جهنم، تحرق فيها انتانيت. لا مفر منك يا طوبيس. طلعت وانا ما حاملاش هذا الطوبيس، كيبقى يهز في الناس حتى كيدكس، ما عرفتش اشنو كيستافد، وهو الاغلبيه غير سالت. وصلت للشركه بحال شي دجاجه مريشه، وقفت حدا واحد السياره زاجها كحل، قديت شعري وحالتي انقذ ما يمكن انقاذه، حتى خرجت منها واحد السيده جمدت في بلاصتي، طلعتني وهبطتني وضحكات وزادت هادي مالها شافت كلون. الله يستر ما كيقدروش الجمال الطبيعي. دخلت للشركة
وحليت فمي. واو، هاد الشي زوين، شركة كي دايرة. يا سلام يا سلام، قد ايه حلو الغرام. لقد وقعت في حب هذه الشركة. جالسة مع لي كونديتا في واحد الصالون، كنتسناو نوبتنا، وكيبانوا ليا اللي قبل منا كلها كي خارج، ها اللي فرحان وها اللي كيبكي وها اللي كيسب في اللجنة وأسئلتها اللي لا علاقة. واش هو قاري لانفورماتيك ولا جيري؟ كتسولو على الطقس كي داير اليوم، مزوق كي داير. ما فهمتش علاش في كاع لي زونتروتيان كيسولوك اسئله مغايره لداكشي اللي قريتي. جالسه في هاد المكان وحاسه براسي مشاركه في اراب ايدل، بعد على الاقل في اراب ايدل حتى كاع الى ما طفرتيش كتشوف الزين وائل كفوري وداك البوغوس ديال حسن الشافعي. اما هنا غندخل عند ربعه ديال الشراب، كل واحد حاط كرشو حداه بحال شي مرا في شهرها. بديت كنفكر كاع الفيديوهات ديال برنامج كنقلب على خدمه، وكنحاول نتفكر الحوار اللي كندير مع المرايا ومع المخاد باش ندرب مزيان. صافي يا ساره، مالكي كتقفقفي؟ فين زعامتك؟ غيدوز كل شي بخير وغتعطيهم اجوبه مناسبه. مع كلوريتس الثقه في النفس. تهدنت وتكالميت، وكيبانوا ليا الموظفات كيدوزو من حدايا. الفقرة ديال ليلى حديوي في صباحية دوزة مبدات، ما تفرجتش فيها في الدار، وأنا دابا كنتفرج في عرض أزياء حي ومباشر. وطال الانتظار، دابا غير منشورة حتى ندخل عند اللجنة ونكمل. دخلت لواحد المكتب كيبان ليا ثلاثة ديال الرجال جالسين، جوج كيف ما تخيلتهم قبيلة، ولكن واحد باقي صغير وبوغوز. بعدها ها واحد وائل كفوري شفتو، حتى كاع الا ما طفرتوش ما نخرجش بايديا خاوي. نخدر ليه عويناتي، بان ليا جوج كراسة، واحد تقريبا حدايا وواحد بعيد شويه. الوغ هنا غنتفكر واحد الجمله ديال واحد الاستاذ، ملي كدوز فشي اونتروتيان وتلقى جوج كراسة واحد قريب وواحد بعيد، سيرو جيبو هداك اللي بعيد، حيت هما كيبغيو يشوفو واش نتا الشخص اللي كتشوف القدام وكتأمل المكان اللي نتا فيه، ولا كتكتفي غير بداكشي اللي قدامك. سير يا أستاذ، الله لا يحرق فيك شي عظم، ما عقلت على حتى درس ديالك، خرجت منك غير بهاد الجملة. مشيت كي التعوض، جبت الكرسي البعيد، العز صفر لواحد. واخا ما عرفتش اش جاب الكرسي لانفورماتيك، ما علينا. وهو يقول لي يا داك البوبوس، مرحبا تفضلي. الله يا خويا الله، علاش هضرتي؟ انا تالفه وزدتي عليا. باش غنجاوب ميرسي. الا بديت هضرتي بالفرنسي خاصني نكمل لونتروتيان كامل بالفرنسي، وهذا الشيء اللي ما بغيتش. الا دويت بهاد اللغه غيوقع ليا موقع في الحلمة، أحسن نجاوبه. شكرا، بارك الله فيك. لا وإياك، مالو كيبارك ليا العرس؟ بقيت كنفكر في الجواب حتى بقيت ساكتة، وداز السؤال الثاني. قال أشنو اللي خلاك تدفعي لهاد الشركة؟ شنو نقول ليه باللي شركتكم كتعتبر من أحسن الشركات في المغرب في هاد الدومين؟ لا لا، هادي قديمة. احسن نجيه من الاخر ونقول ليه راه مرات خالي خدامه في الفيلا ديال الباترون، وهي اللي نصحاتني ندفع حيت شركتكم كتهلا في الخلاص. لا بحال ليله كندير كود بيستون هنايا. بقيت كنفكر في جواب مناسب حتى داز السؤال الثالث. قال في حاله قبلناك اشنو ممكن تضيفي للشركه؟ دابا عجبني، هذا هو السؤال المعروف والشائع في كاع لي زونتروتيان، اتدربت عليه مزيان. نقول ليه باللي الا قبلتو بيا غنزيد بالشركه القدام حتى تولي تنافس الشركات العالميه، وماشي بعيد تنافس مايكروسوفت. لا، هذا الجواب مبالغ فيه، والا مشيت حتى جاوبته غيزاوطني من الشرجم. بقيت كنفكر، وكيف ما العاده مرنا للسؤال الرابع. يلا بغي يسول، شاف السيفي
وأكيد قال مع راسو هادي مستحيل جاوب على سؤالي، عنده الحق جاوبت حتى على الأولين. قال المهم نمرتك عندنا، وكأي مقابلة في تاريخ مباريات التوظيف المغربية اختم بالجملة الشهيرة سيري حتى نعيطوا ليك. بالسلامة. وهنا تشجعت وجاوبت بالسلامة. كانت هذه هي الجملة الوحيدة اللي نطقتها طيلة المباراة. خرجت من المكتب وكنسمع الضحك ديالهم. إياه ضحكوا، عمر يمكن ما جاتهم شي حالة بحالي ساكتة. عطى الله اللي كيبلص، ولكن على الأقل كيجاوب كيهضر ماشي زيزون. وأنا غادة كتبان ليا واحد الكلي يو اس بي طايحة في الأرض. فرحت شفت ساروت فعل خير، يا ربي فعل خير. كان هز راسي كان لقى واحد الدري تكون عنده شي 30 سنة هكا، مشروط ومبهدل حوايجو مبهدلين وباينة فيه يلاه فايق من النعاس، وكيهضر في التليفون وبحال ليلة معصب باينة هو اللي طاحت ليه الكلي. وصلت حداه وقلت اسمح ليا، تلفت وشاف فيا وفي حالتي زعما انت مطفره، وقطع التليفون وقال انعمل انيسة كاين شي مشكل؟ قلت ليه لا، وقيل هاد الكلي طاحت ليك. وهو يقول وي ديالي شكرا، وي ديالي شكرا بزاف، فيها شي خدمة مهمة. قلت ليه لا شكرا على واجب. قال كنتي كدوزي لونتروتيان؟ قلت ليه بحال ليلة علمك الله. وهو يقول كي دوزتي مزيان؟ قلت ليه منين جاهزين؟ وهو يقول ياك ما صعبوا عليك الأسئلة ما تخافيش، بعد المرات واخا ما كيكونوش كاع الأجوبة صحاح كيشوفوا ردة فعل المرشح وكيفاش كيتعامل مع الأمور. قلت ليه هاد الشي عارفه، ولكن خاصك تقولو لشي واحد على الأقل غير هضر وقال غير السلام. وهو يقول علاش اشنو وقع؟ ما جاوبتي على والو. قلت ليه هدرت بعدا باش نجاوب، وانا بحال ليلة ضرباتني اللقوة غير حالة فمي وكنشوف. وهو يقول ما قلتي والو باع؟ قلت ليه اه قلت، قلت ليهم بالسلامة. ملي كنت خارجة حسيت به كيحبس الضحكة، غير ضحك ما فيها باس. قال لي سمحي لي واش غادي نقول لك، القضية حامضة، المهم اش غادا ديري دابا؟ قلت باك. قال لي مزيان دفعي باك ليبر وجربي حطك في شي دومين اخر. قلت ليه لا انا كنقصد بيان فوني او شوماج، وخليته كيضحك وزدت في حالي. ما هذا الحظ العاطر، وسيمانة وانا كنوجد لهاد المقابلة. صورت اكفس المواقف اللي ممكن ترى لي، صورت راسي كنقفقف، وتصورت راسي ما كنعرفش نعبر، وما تخيلتش راسي ضارباني الساكتة المسكوتة. وصلت للدار واش اللي عايش في هاد العائلة غيطفرو؟ لقيت ستي الحبايب يا حبيبة ويا حبيبة كتسناني على الدخلة. سولاتني عمدرا اش درتي؟ بقيت ساكتة وكنشوف فيها، وجاوبها المفضي ديال خويا. قال وظفوها غادا تولي هي المسؤولة على الشركة، الله يهديك الوالدة حتى انتي، على بحال هاد النوع كيخدم غير خسرتي فلوسك وقريتيها. شفتي كون تبعتي هدرتي وملي كانت صغيرة تخدميها في الديور كون دابا نافعة راسها ونافعك. أخي العزيز لماذا كل هذا الكره؟ أنا غادا نوريك تضحك عليا يا الباسل. قلت ليه بزاف عليك الخدمة في الديور بعدا، وخا كاع ما تقبلش المهم كنتحرك وكندير مجهود، ماشي بحالك غير جالسه في داك السداري حفرتيه مسكين ولا يطلب معاك الشرع. وهو يقول لي ها انت تحركتي اش قضيتي درتي شي حاجه؟ اللهم اجيتي تي من اللي حدا فوق اللي بغى يربح العام طويل. قلت لي انا كاع الى جلست جات معايا، انا غير بنت جلست في الدار ولا خرجت خدمت ما كاينش اللي يهضر عليا، نجلس نتسنى زماني وشوف انت اللي دري وتابعك مسؤوليه وخاصك تزوج. وهو يقول لي اختي الصغيره
سمعي نقول لك واحد جوج كلمات. كيقول لك واحد المثال: الزواج أول حاجة كيفكر فيها الفقير، وتاني حاجة كيفكر فيها الغني، وتالت حاجة كيفكر فيها الحكيم. أخوك يا أختاه حكيم، وحتى أنت يا زوينة شفتي تبارك الله الخطاب غير كيطلبوك يزاوجو تقبليهم. نوضي شكون اداها فيك يا المعزة. صافي هنا خليته كيبرقم، ما فيا ما يتزايد معاه في الهضرة. جيت نتغدى، الله يسمح لك يا الوالدة، شايفاني معصبة وزايدها بدواز اللفت. كليت غير بزز ومشيت عند صاحبتي أسماء، سولاتني كي دوزتي. قلت ليها كي وجهي. قالت هي قفرتيها يا المسخوطة. قلت ليها غير خليها على الله وخلي داك الجمل راقد. قالت ليا واش ما جاوبتي على والو، كل شي خطأ. قلت ليها وحتى نكون بعدا هدرت عاد نشوف واش داك الشي خطأ ولا صحيح. وهي تقول أويلي ما هدرتيش. قلت ليها واختك بحال ليلى داروا ليها سيلونسيو. وهي تقول ويا اختي في الدار كطيري كضلي تعايري انتي وطارق، وفي الوقت اللي خاصكي تهضري وتعبري ضربتيها بسكتة. قلت ليها ايوا هذه هي ديال نهار بغيتك يا وجهي قمشوك المشاش. وهي تقول صافي يا حبيبتي ما تفقصيش راسك فيها خير. قلت ليها داكشي اللي كاين، وانا نقول وداكشي اللي كاين. يومين وانا كنقلب على شي شركه ندفع ليها تاني، ما فيها باس، الانسان اصلا ما كيكونش معول على الخدمه من اول مقابله حيت كتكون مكفصة وذكرى سوداء. فقت في الصباح على صوت هاتفي، لا ماشي الريفي، هادي كانت أبل. كنشوف في تليفوني عيني وحدة مسدودة وحدة كنشوف النمرة ديال شكون اللي متصل بيا على الصباح. هاد النمرة ما كنعرفهاش، ما مسجلهاش في الريبرتوار. تبرزيت يا سيدي ربي، والتمنية هادية بنادم. قلت الو، وقلتها بواحد الطريقه كون جاوبني شي واحد بها نبلوكي ليه النمره. وجاوبتني واحد الانسه بواحد الصوت حساتني بانني ماشي انثى. قالت الو بونجور. قلت شكون معايا؟ وهي تقول واش الانسه ساره هادي؟ قلت ليها هي هادي، شكون انتي؟ قالت معاك امال حبيبه سكرتير في شركه واب اللي دفعتي ليها. وهنا نقصت من بلاستي، مهمتي هادي هي الشركة اللي دوزت فيها المقابلة. وهنا نبرت صوتي تبدلات، قلت ليها وي اختي ياك لاباس. قالت حبيبة بغيت نبشرك راك تقبلتي في الخدمة، نهار 2 مع 9 ان شاء الله تكوني عندنا. انا باقة مصدومة ما جاوبتهاش، ما طيقتش. ايد شاده بها التليفون وايد دايرها على فمي من الصدمه. تمنيت لي يا امال نهار مبروك وقطعت الاتصال، وانا باقه ما مستوعباش. انا لقيت خدمه واخيرا غنستقل بذاتي ونحقق كاع داكشي اللي بغيت وحلمت نشريه نظرا لعدم توفر العمله الصعبه. فقت نهار 2 ناشطه، انا وليت موظفه. ما بغيتش نفطر، ماشي حيت ما فياش الجوع، راكم عارفين علاش. بلا ما نعاود سلمت على ماما وبقات مسكينه كدعي معايا. سعود واقفه. وصلت للشركه ومشيت عند امال، قلت سلام اختي انا اللي اتصلت بيا على ود الخدمه. قالت وي حبيبه سناي بلاتي يجي مسيو يوسف باش يهضر معاكم في التفاصيل. جلسي تسنيه مع الشباب، راكم كلكم غادي تخدموا ان شاء الله. هما كانوا طالبين 10 ديال الموظفين، وكيبان لي هنا 10 وانا هي 11. مالي كنعقد الامور، يكون حتى 40 شحال عزيز عليا نزيد فيه. بقينا منشورين كنتسناو هاد السي يوسف، مازال ما بان. جالسه حدا واحد البنت وهي تلفت ليا
وقالت: جيتي على ود الخدمة؟ لا، جيت على ود شي سخرة. بنادم ما عرفتش واش مكلخ ولا كيديرها بالعاني. جاوبتها: وي، وانتي؟ قالت: حتى انا، شرفيني بسميتك. قلت ليها: سارة، وانتي؟ قالت لي: سميتي حسناء الحسناوي. اه قلبي، فين كانت عينيهم حتى سماوك حسناء؟ لا، وزادوها حتى بالكنية الحسناوي. انا كون جات عليا يسميوها قبيحة القبيحاوي، ولا خيبة الخيباوي، او كفرة الكفراوي. تجي معها حسن. بلاتي، راه حتى انا سميتي سارة، وسارة كتعني بشي لغة هي الجميلة. بلا ما تشفاي، راكم بحال بحال. العشرة ونص، وسي يوسف عاد جاي، طويل وبيض وباقي صغير، شعره ورطيطب. سمحوا لي اختكم زهوانية، كتشوف الزين وكتدور. وصل حدانا ومخنزر وشاف فينا وقال: تبعوني للمكتب. مشينا معاه ودخلنا لواحد القاعة، وكل واحد جلس في كرسي. شاف فيا وحبس الضحكة وزاد: هذا هو اللي دوز ليا لونتروتيان. عقل عليا، صعيب انساني اصلا، علاش فين عمرو دوز شي مرشح بحالي؟ غير ساكت وقال جملة واحدة: بالسلامة. هاد سي يوسف يا ربي السلامة، ما كيضحكش ياك، ما عندوش اسنان. واسي، راه حنا كنخدمو في لانفو ماشي في العسكر، طلق اللعب شوية. قال: مرحبا بكم في شركة واب، هاد الشركة ماشي بزاف باش تأسس، يلاه 8 سنين دابا باش دارت بلاصتها في السوق. كيف ما كتعرفوا، حنا كيخصنا نربحو دي بروجي وكنخدمو عليهم على شكل ايكيب. طبعا انتوما المسألة ديال لي مارشي اي لي بروجي ما عندكم ما ديروا بها، انتوما كتخدمو في البارتي دو ديفلوبمون دو لوجيسيال. اهم حاجة كيعتمد عليها واهم ميزة خاصها تكون في صحاب ليسبري دي ليكيب، واهم حاجه خاصها تكون في صحاب لانفو هي ليسبري دي ليكيب. كنخدموا على اساس انكم شخص واحد، ونساو عليا المساله ديال المنافسه، ولا خاصني نبان احسن من كل شيء. داكشي خليتوه في القرايه، اما دابا غتخدموا كفريق. نعرفكم براسي، انا يوسف انجينيور ديتا، اللي خصاتكم انا موجود باش نوجهكم. غدوزوا بعدا من فترة تدريب مدة ديالها 4 شهور، وغتعلموا خلالها أسس العمل باش كنخدمه، وأي تقصير خلال مدة التدريب يعتبر فيها المتدرب نفسه ما مرسمش معانا. استعمال الزمن على الشكل الآتي: التوقيت المستمر من 9 حتى للربعة مع استراحة ساعة واحدة، من 12 للوحدة. تغداو فيها ولا تنعسوا ولا ناقشوا ولا شاطين، العز طالقين الويفي ما شغلناش. المهم في أوقات العمل ما نبغي نشوف حتى مخالفة. مفهوم؟ وبصوت واحد جاوبنا: مفهوم. ما كاين غير الخدمة. الصراحة الحمد لله، ليكيب بعدا لحد الساعة متراري، وستات البنات كل واحد فاش خدام. انا وحسناء وواحد البنت سميتها لمياء خدامين في بارتي دو ديزاين، ما لقاو لمن يعطيو هاد الخدمه غير لينا. كون كان الخوخ كيداوي كون داوى راسو، حاله نتش في العدو، وعطاونا البارتي ديال الزواق، ذوقنا حتى راسنا. مشينا نتغداو في واحد الريستو مع 12، ايش غنعاود عليه؟ ريستو غزال وفي الهواء الطلق وغالي، فعلا ما عنديش الكماره علاش نحشم. مشينا تغدينا في سناك، خدينا بانيني ديال 5 دراهم وطبسيل ديال الفريت ب4 دراهم، شاركنا فيه. والديسير مشينا عند مول الزيتون، خدينا الرويزه ب2 دراهم، ورجعنا للخدمه مع 12 ونص. مازال ما سالات لابوز، بقينا جالسين كنهضروا حتى جبدات حسناء واحد الكتالوج ديال افون. اويلي على المصيبه، بغات تخرج علينا. قلت: شوفوا يا البنات، شاركنا الملحه والطعام، وتشري الماكياج من عند شي وحده، هانا تعاونوا مع اختكم وشريوا من عندي.
انا جالسه وخايفه لا يجي يوسف يحصلنا. قلت ليها واش حماقيتي، خبي داكشي. وهي تقول مالكي كتقفقفي غير بوحدك، راه لا بوز مازال ما سالات. واجي دوموندي على شي حاجه، راه دايرين بروموسيون هاد الايام. قلت ليها انا ما عنديش مع هاد الشي، واش باين ليك دايره شي ماكياج؟ وهي تقول وراكي غتحتاجيه، مالكي راكي دابا انتي خدامه، خاصكي تهلاي فراسك. قلت ليها في خاطري وتهلاي فراسك غير انتي، كون شافتك افون خدامه معاهم كون سدات شحال هادي. وخشيت راسي حتى انا معاهم، كنشوف هما كيشوفوا الروايح والماكياج وانا حاضيه غير الموديل. هاد الدراري اللي كيديروا الاشهار ديال الريحه شحال غزالي، الناس في الناس والقرعه في مشيط الراس. هديك الرويزه جابت لي الشحفه 12:45 دقيقه، باقي الحال نمشي نجيب الماء. خرجت وكيبان ليا واحد الدري بحال هادوك الموديل ديال افون، كيهضر مع شاف سيرفيس وكيضحك معاها. فين شفته؟ اه هو اللي طاحت ليه الكلي يو اس بي داك النهار. هاد المره مقاد شويه، ماشي التكرفيسه ديال ديك المره. من بعد مشى عند امل السكرتيره وخدا شي وراق وكان غادي في الطريق وانا نوقف عليه. قلت سلام عقلتي عليا؟ بقى كيشوف فيا وكيحقق مزيان وهو يقول وي انتي اللي كنتي كدوزي لونتروتيان صافا؟ قلت لي صافا الحمد لله. وانت؟ وهو يقول الحمد لله كيبان ليا تقبلتي مازال. قلت لي اه الكرسي عطى المفعول. وهو يقول اش من كرسي؟ قلت ما تديش عليا انت خدام هنا. قال اش بان لي؟ قلت لي انا كنعتقد باللي انت هو الكونطابل. قال كونطابل؟ اشنو خلاك تعتقدي هكا؟ قلت باينه راه غير هما اللي كيكونوا مداصرين مع البنات في الشركه وعزاز على كل شيء حيت القضيه فيها الفلوس. وهو يقول لا انسه انا ماشي كونطابل. وانا نقول ليه وفاش خدام؟ قال لي يا انا اللي مسؤول على العلاقات. قلت لي احياني عليك يا الشلاهبي، انت راك مسؤول على علاقاتك، شفتك مع الشاب سافيس كضحك، حنايا دايره لينا الحبس وانت واخده معاك راحتها. وهو يقول شلاهبي مقبوله منك، شكون الانكادرون ديالك؟ قلت لي مسيو يوسف. الوحده وعشرات الدقائق هادي أعدى حاجة عند يوسف هو التأخير. قلت ويلي ويلي دبرت عليها اليوم يجري عليا، بالسلامة عليك نمشي نرغب الشاف باش يسمح ليا، ولكن اللي غيحمقني في هاد الشركة فيها الزين، الواحد هو اللي يخدم في أجواء بحال هكا، يخدم ويمتع عويناته. فلت منها هاد المرة، شحال بقى كيغوت، حتى فكرت نقدم استقالتي ونمشي في حالي. وتفكرت مازال كاع ما سخنت بلاصتي، وهي تقول حسناء مازال ما هداك الله تشري من عندي شي حاجه. قلت ليها حسناء الله يعطيك الستر، حنا خدامين دابا، شفتي ديك المره تعطلت 10 دقائق اش دار ليا؟ دابا يشوفنا كنقلبوا الكتالوج ديال الماكياج اش غيدير لينا، غيزوق لينا وجاهنا بلا ماكياج. وهي تقول باز عليك زعما غدا تشري. قلت ليها وصافي قلبي عليا. وهي تقول انا عارفك يا الخائنه، علاش ما كتشريش من عندي؟ قلت ليها علاش؟ وهي تقول كتشري من عند السكرتيره ديال يوسف، خدامه في اوريفلام، كترشيها ياك باش توسط ليك معاه باش يرسمك دغيا. قلت نموت ونعرف اش عندك بلاصه داك الدماغ، خدمي وسكتي. الصراحة الخدمة زوينة وعجباني، ولكن ما فيهاش داكشي اللي كنبغي، الغموض من غير يوسف اللي مرة كنشوفوه باللي شخصية غامضة. وحلت في واحد الكوت وسولت عليه مي كوليك ووالو ما عرفوهش. نمشي عند يوسف يحل معايا المشكل، هزيت معايا البيسي ومشيت للبيرو، سولت عليه السكرتيرة اللي خدامة في اوريفلام،
قالت ليا عنده شي حد، سنيته حتى يخرج. جالسه وكيبان ليا المسؤول على العلاقات حتى هو كيسول على يوسف. قلت ليه اهلا كونطابل، اسمح ليا بونجور نو ريسبونسابل. قال ليا بونجور تكنيسيان. قلت كي داير لاباس عليك؟ قال ليا الحمد لله انيسه، شرفيني بالاسم ديالك. قلت ليه ساره، وهو يقول ساره متشرفين، انا سميتي مروان. قلت ليه متشرفين، بغيتي سي يوسف؟ قال ليا اه بغيتو فشي خدمه. وانا نقول ليه ايوا كلنا بغيناه على قبل الخدمه، شد الصف مع خوتك. وهو يقول هي اللي ما تعاودش، وجات السكرتيره ويلاه بغيت ندخل حبساتني، وهي تقول السيد هو الاول. قلت ليها اشنا هو؟ علاش شكون اللي جا فينا الاول؟ وتدخل مروان وقال نهاد غير خلي الأنيسة تدخل. دخلت وعاوني يوسف حتى صايبت المشكله اللي عندي، وخاب لي على اعصابه ووجهه صفر وفيه الخلعه. شكرته وخرجت. بان لي مروان ما كاينش، فين مشى هذا؟ يلاه بغيت نسول عليه نهاد، بانت لي جبدات كاتالوج باش توريه ليا. وقيلة درت بالناقص ورجعت في حالي لاتوليي في الخدام. اتوليي بالعربيه هي محارف، باين عربون اللي خدام فيها غير من السميه، كل شي من حارف. وصلات 12 احسن وقيت عندي في الخدمه، هي الربعة، حيت الاولى فيها بوز والقص، والثانيه كنخرج بحالي. مشينا للريستو ديالنا واخذنا وجبتنا اللذيذه، كلينا ورجعنا للخدمه. لمياء كتهضر في التليفون معاه، حبيب القلب قول لي واش كتبغيني. وانا وحسناء كنرمقوها بنظرات ناريه وما حاملينهاش. كملات المكالمه وقالت مالنا على هاد الشوفات، ما نخافوش. نقصت عليها وقلت ماشي حشومه عليك، جوج بايرات حداك وانتي كر 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 في التليفون، ما راعيتيش لينا والمشاعرنا. قالت وصافي حتى انتي، دابا يسهل عليكم الله، راكم باقين صغار وزيدون، اش بغيتو بشي زواج فيه غير صداع، خليكم حرين ديال راسكم حسن. اختي قولي هاد الهضره لراسك نهار الاول، علاش تزوجتي وخليك سينجل حالنا؟ ولا غير اللي تنقدات من شبح العنوسه كتجي تواسينا بهاد جوج كلمات؟ وهي تقول وقلبك طايب يا اختي، جامعه فيه نيت، خليني ما مسالياش ليك. دابا حسناء الزين ديالي، كاين شي بروموسيون في افون على الساعات ديال الرجال، بغيت نشري لماماك وحيده. حسناء يا حسناء، داك النهار غلطتي في كود وقلتي ليوسف انا اللي خدمته، اليوم ننتقم منك. وانا نقول لا يا اختي لمياء، افون ما فيها والو هاد الايام غير الغلا، سيري عند نهاد اللي خدامه في اوريفلام، عندهم شي بروموسيون رفيع، شفت في حسناء ما كرهاتش تنوض تذبحني. تعلمي يا حبيبه المره الجايه تصبي اخطائك فيا. كدوز الايام في التدريب، الحمد لله الامور غاده على احسن ما يرام، وكل نهار كنتعلموا حاجه جديده. يوسف ما كيبخلش علينا بالخبره ديالو، وواحد مروان شحال ما بان ليا، كون حساب لي كون غير طلبت شي مليون دولار كنت حققت ليا الدعوه، كنت بوحديتي في الاتوليي. لمياء وحسناء مشاو عند يوسف يشوف معاهم شي خدمه، وانا خارجه كيبان ليا جاي، وهاد المره جاي سبور. هاد السيد ما كيخافش، جاي بهاد الباس الخدمه. قال سلام تكنيسيانا. قلت ليه وعليكم السلام. وهو يقول مالك كتشوفي فيا بحال هكا، فيا شي حاجه ماشي حتى لهي؟ قلت لي انت راه قول لك ماشي حتى لهي. قال لي قول لي ماشي حتى لهي، واش شويه؟ قلت لي انت اللي واش شويه، هاد اللباس كيجيو به الناس للخدمه، جاي دير ميسكيلاسيون، عندنا جيم هنا. وهو يقول عندنا الشركه مكتوبه بسميتك. بان لي سي يوسف جاي، داك النهار بان لي واحد من الدراري اللي خدامين معايا جاي بكابيتشو،
ما خلى فيه غير لينسة، وهذا جايب لباس رياضي دبر عليها. شديته من ايديه ودخلته لاتوليه، ما فهم والو. سديت عليه وخرجت عند سيوس، قلت ليه صباح الخير، وهو يقول صباح النور. عافاكي البنات راه صيفطتهم لواحد الورشة وجيت نعلمك باش تبعينا. قلت لي واخا سي يوسف، ان اونغوجيستري واحد الفيشلي ونتبعكم. وهو يقول واخا ما تعطليش. وصلي المكتب ديال مسيو وزاني، عرفتيه فين جا بعدا؟ قلت لا ما كنعرفش. وهو يقول راه هو المكتب اللي كاين في اخر ايطاج على يدك اليسار، سولي السكرتيرة ديالو على الورشة، انا غنوصيها عليك حيت الورشة كاينة حتى المكتب ديالو. قلت لي واخا مسيو يوسف، 5 دقائق ونتبعك. امشى وانا عاد تنفست. دخلت ولقيت مروان كيتسناني على اعصابه، قال لي واش حماقيتي، علاش دخلتيني لهنا؟ قلت لي هادي هي، شكرا. راه والله وكون شافك مسيو يوسف حتى يكون اخر نهار ليك في الشركه، والله حتى يجري عليك. وهو يقول لا ما غيقدرش يجري عليا. قلت ليه علاش؟ وهو يقول حيت بكل بساطه ماشي هو مون سيبيريور باش يتدخل فيا. قلت ليه واخا هكاك راه يقدر يشريها ليك مع طون سيبيريور ويخاصم عليك. قال اصلا انا ما خدامش اليوم، جيت غير على ود شي غرض. قلت لي اسمح لي يا الى تدخلت، شفت مسيو يوسف وما فكرتش، خفت يغوت عليك حيت واحد الدري واحد النهار جا غير بكابيتشو ودار ليه نهار. قال ما كاين مشكل، انا اللي سمحي لي غوت عليك وانتي بغيتي غير مصلحتي، شكرا حيت فكرتي فيا. قلت ليه العفو. وهو يقول عرفتي المكتب ديال مسيو الوزاني؟ قلت ليه اه، نعتو لي يوسف، قال لي على يدك اليسار. قال تبارك الله على التنعيته كي دايره. الحاصل هاد يوسف رباطي حر، المكتب راه على يدك اليمين. قلت ليه وهادو هما اصحاب الرباط. تحيه كبيره لصحاب الرباط، ما كنعايركمش، راه اصلا انا وحده منكم، غير هو بيناتنا ما كنعرفوش نعتو، كنتلفو بنادم. قال لي طلعي في لاسانسور احسن ليك، راه الا طلعتي في الدروج غادا تسخفي، المكتب كاين في اخر ايطاج. قلت لي لا غير خليني. وهو يقول مالكي؟ قلت لي ما عمري ركبت في شي اسانسور كنخاف. قال زيدي نمشي معاك. يا ودي باش محزمين في هاد الشركه. وصلنا وانا فيا الخلعه، شاف فيا وضحك، غير دخلت اتهدنت غير لاسانسور كي داير. وانا نسولو دابا امين شكون؟ قال لي امين هو المدير العام. قلت ليه وشرف؟ قال النائب ديالو. ومسيو الوزاني؟ قال علاش هذا قلتيها ببوليتاس؟ قلت ليه كيعاودو عليه صعيب، كيعاودو عليه صعيب وقاصح وما كيتفاهمش وما كتعجبو حتى حاجة. قال لي عندهم الحق، راه هو البي دي جي. قلت ليه صافي، غير حيت مولشي يتعامل هكا. وهو يقول يسمعك الصقعه. قلت ليه مالو كاين معايا؟ الى ما وصلتيهاش ليه ما عنده منين يعرف. وهو يقول ايش بيني وبينو، انا غير موظف بسيط وصافي. وصلنا ليطاج وتحل سونسي، وانا غير كنشوف في هاد الجناح مصمم بطريقة رائعة غير مكتب السكرتيرة كداية. دخلت عندها وسولتها على يوسف ووراتني الورشة، كملنا خدمتنا وخرجنا. بغيت نمشي لاسانسور اللي طلعنا فيه أنا ومروان، وجراتني لمياء وقالت لا هذا راه ما مسموحش الموظفين، قالها لينا يوسف. قلت لها شكرا وما قلتش لها راه طلعت فيه. وأخيرا وصل السبت، بغيت نتسارح ونضربها بنعزة. ساعة شكون خلاك؟ جات الوالدة مع 8 كتفيق فيها، نوضي هاد المصيبة. قلت ليها وماما احشوم عليك نحن في عطلة خليني ننعس. قالت نوضي يا بنتي الله يرضى عليك دنيا وآخرة.
القضية فيها الرضا. نوض، نعم، أش بغيتي؟ قالت مرات خالك بنتي نسات هاد الوراق، مدام وزاني خلاتهم عندها وقالت ليها تجيبهم معها السبت ونساتهم. قلت ليها مسيو وزاني مزوج؟ قالت زمان بنيتي، راه هادي مراته التانية. قلت ليها ما فراسيش؟ قالت بلا هضره خاوية، سير يا بنتي طايرة وصلي ليها الوراق. غسلت وجهي يا كمي حتى النهار اللي ما غنفطرش فيه انا، عاد مصوبنتي المسمن الفطور. شديت تاكسي وعطيته العنوان ووصلت الفيلا. عيط العساس على مرات خالي، خرجت وخدات من عندي الوراق غير اللي وصيها على شي حاجة. وهي داخلة بقيت واقفة في بلاستي ملي بان ليا مروان خارج من باب الفيلا. صدم حتى هو ملي شافني، خرج عندي وقال شنو كديري هنا؟ قلت لي جيت على ود شي غراض عطيته لمرات خالي، خدامة هنا. وانت اش كدير؟ شوفي انا غنقول لك واحد السر ويبقى بيناتنا. قلت لي اها اللي هو؟ قال الصراحة مسيو وزاني مخدمني جاسوس في الشركة. قلت لي جاسوس؟ قال وي، كان وصل ليه الأخبار حيت عنده شي شكوك من بعض الموظفين. قلت لي ويلي ناري، عداك تكون وصلتي ليه الهضرة ديال ديك النهار. قال لي لا ما كان وصلش الهضرة غير إلى شكيت في شي واحد. قلت لي صافي فهمت، ديراكتيف بريفي. قال لي هانتي فهمتي. قلت لي بحال المحقق كونان. قال لي بحالو. قلت لي انت مروان وهو كونان، بجوجكم كتساليو بآن. وهو يقول وحشك. قلت لي انت مالك تقلقتي، سمعتيني قلت حمار؟ وهو يقول هانتي قلتيها. قلت لي يلا صافي بلا ما تقلق، راه ما قصدتش. قال لي يا لا قصدتي. قلت لي صافي الله يسامح، عرفتي شنو انا غادي نتصالح معك، اشنو رايك ولا خليها مفاجاه؟ وهو يقول مفاجاه؟ قلت لي تبعني وسكت. قال لي ساره كضحكي عليا، فين المفاجاه؟ قلت لي عارضه عليك ناكلو في خوي، اي وقت كنكون مقلقه ولا مدبره على صريف كنجي ناكلو. قال دابا هادشي باش باغا تصالحي معايا؟ قلت لي اها مالك شكون بحالك غادي تفطر فطور ملكي؟ قال لي فيك السخانه؟ لا. قلت لي زيد دخل زيد تعيش شويه حياه الناس اللي لاباس عليهم. وهو يقول دابا الناس اللي لاباس عليهم كيفطروا هنا في هاد البلاصه وسط الزباله؟ قلت لي قول اسكت اشحال فيك اللي سمعك يقول ولد وزير، حمد الله لقيتي فطور فابور. وهو يقول انا راه ما بغيتش. قلت لي حشوم عليك مروان، ما كنحملش ناكل بوحدي، دير لي خاطري عافاك. قال لي واخا لالا. قلت ليه عرفتي حتى انا عندي ليك شي خبار على اللي كيوقع في الشركه مورا ظهركم. قال لي اشنو كيوقع؟ قلت لي عندي ليك شي اسرار. وهو يقول خلعتيني اش كاين؟ قلت لي كاينين شي موظفين خدامين في الشركه ومع افون. قال افون شنو هادي؟ شي شركه منافسه الغداره، دابا نبغي سمياتهم. قلت لي لا هادي شركه ديال الماكياج. قال الماكياج؟ قلت له اها، كيجيبوا كتالوج وكيفرقوه على البنات وكيبقاو يبيعوا ويشريو. وهو يقول بغيت نسولك. قلت ليه مرحبا. قال لي عندك العقل؟ قلت ليه وقالوا. وهو يقول لا لا لا، واش دابا ما عندنا ما يدار، غنبقاو حاضين الناس اللي خدامين في افون ولا ما عرفت شنو سميتها كاع. قلت لي وانا راه غير قلت نقدر نفيدك. وهو يقول كملي فطورك ونوضي نمشيو في حالنا. قلت لي واخا هاديك هي الفيلا ديال مسيو وزاني؟ قال لي هي هادي. قلت لي زوينة. وهو يقول شفتيها بعدا؟ قلت لي باينة غير من الجردة.
وهو يقول شوفي ما تقوليش لمرات خالك عليا، وانا نقول ليه علاش؟ قال حيت هاد الشي سري. قلت ليه واخا كون هاني، دابا مروان ديراكتيف بريفي فعداته كل راحيته كاملة وهو كيحل القضايا. إنها حياة الغموض التي أعشقها، ما كرهتش نخدم بحاله. وهي تقول حسنا الرجوع الله فين ساهية؟ قلت ليها لا والو حسنا، غير كنفكر وصافي. وهي تقول لي وخدمي خدمي يا الحبيبة على وليداتك. قلت ليها أودي فين باهم بعدا؟ وهي تقول دابا يجي يا الحبيبة ودابا يجي. قلت ليها عييتيني بكذوبك شي ما جا، هنينا يا هاد المصيبة، دابا يجي يوسف ويلقانا منوضينها عيطة. وهي تقول لا يوسف محاش واش يجي اليوم. قلت وعلاش؟ وهي تقول كتعرفي مسيو وزاني؟ قلت ليها كنسمع به هو البي دي جي. قالت هو هذاك داير اجتماع كل شي راكبه الخلعة، ويوسف صاحبتي اللي ما كيخلي ما يدير فينا يديه كيرجفو. وانا نقول ليها حتى لهاد الدرجة هو صحيح؟ قالت كيعاودوا عليها اختي، ما كيحملش الخطأ وما كيتفاهمش، هو غير جفت من سنين رد الشركة من أكبر شركات المغرب. يحسن عوان مروان مسكين خدام معاه، كون راه ما كيعطيه الفرصة حتى فين يتنفس. عز عليا والله. ودخلت لمياء وقالت فراسكم البنات شنو واقع؟ قلت ياك لاباس. قالت امين المدير العام دبر عليها. وحنا نقولوا ياك ما مسيو والثانية حصلوا في شي حاجة. قلت مسكين مشى كفتة، هادي هي الفرصة ديالي باش نمشي نتسلت ونشوف شنو واقع. انا فرحانة اخيرا كاينة شي حاجة غامضة في هاد الشركة، نمشي نقلب على مروان ونرغبو يقول لي اش كاين. درت السباب شي خدمة وخرجت، كيبان لي مروان خارج معاهم من قاعة الاجتماعات، اش كيدير لداخل؟ نسيت خاصو يسجل قاع الاخبار، ولكن لابس مزيان انيق اليوم. لا زعما يكون غير بلاتي احتاج بنت ليه وشيرت ليه واعتذر من الناس وجا عندي ولقاني شاعله. قال لي يا مالكي؟ قلت ليه انت كذاب، ما كاين لا ديراكتيف بريفي لا والو. وهو يقول اش كتقولي علاش غنكذب عليك؟ قلت ليه حيت انا عرفتك على حقيقتك. مروان تبدلو فيه الالوان، وهو يقول اش من حقيقه الله يهديك. قلت ليه انت سربايه ومخبيها، اش فيها الا قلتيها؟ حسيت به تصدم. وهو يقول اعاودي سرباي شنو هي سرباي؟ قلت ليه ساغفير هكا جات حسن. وهنا انفجر مروان بالضحك وقال والله ما عندك غرام ديال العقل، اش خلاك تقولي عليا سرباي؟ قلت ليه عرفتها داخل مع الشخصيات الكبار للاجتماع ولابس هاد الكوستيم اش غتكون؟ وهو يقول سرباي. وخلاني وزاد غير بلاتي عليك يا هاد السرباي، اضحك عليا انا. مشيت نتغدى وهاد المره بوحدي، لمياء مع يوسف ما كاينش، ضرباتها بسلتة. وحسناء بقات في الشركه كتبيع شي برودوي حتى كيوقف عليا مروان. قلت ليه كتزيد سويع في هاد السماك؟ وهو يقول دابا انتي لاش معصبه؟ قلت لي كذبتي عليا ديراكتيف بريفي، الاخ ساكن في امريكان. وهو يقول اولا انتي اللي قلتي ليا ديراكتيف بريفي ماشي انا. قلت لي واشنو فيها الا صححتي ليا وقلتي باللي راك سرباي؟